عجبتني قوي حته السلام دي. كنيسه هنا مستعمل في الحاننا والتسابيح كلمتين معناهم السلام، حافظينهم ولا مش حافظينهم؟ اول كلمه بنقولها كتير في القداس، ايريني ايريني باص السلام، كل شويه نقول السلام. ونيجي عند الالحان نقول شيري، الاثنين معناهم سلام. لكن السلام بتاع ابونا اللي بيقولوا ايريني ده سلام بعد الحرب، بعد التعب، بعد المشوار، بعد السفر، كانه بيقول ايه؟ الحمد لله بسلامتك، اهلا وصلت بالسلامه، ما تخافش اطمئن، اهدى شويه، اقعد استريح. عشان كده كل شويه ابونا ايه؟ ايريني باصي، اهدوا اهدوا، ما تخافوش من الكلام اللي بنقوله، ايريني باصي اهدوا، ما تخافش اطمئن، اطمئن، الحمد لله بسلامتك، هنخش على حاجه كبيره دلوقتي. لكن كلمه شيري معناها تحيه، تعظيم سلام. فلما دخل الملاك على ست العذراء قال لها شيري، سلام شيري، تعظيم سلام. الاباء قالوا كلمه شيري اللي قالها الملاك دي اللي هي سلام لك دي جت في العهد القديم 80 مره بتعبر عن يفرح او فرح. فكلمه دي مش مستعمله غير في الفرح والبهجه، فعشان كده دخل عليها الملاك وراح مديها التحيه، مش بيسلم عليها بقى زي اي حد، الحمد لله بسلامتك انا جاي لشرفك، لا، تشريف ايه ده؟ جاي داخل على وزير، داخل على وزيره كده، تعظيم سلام، انت بيت ام الكل دلوقتي، سلام لك يا ست الكل. انت مين؟ خافت، فقال لها انا جاي ابشرك. راحت اطمئنت وجالها السلام، لان ادها الفرح. لما لها السلام لك فرح ليكي يا ممتلئه نعمه، فرحت وابتهجت لما عرفت بقى هتعمل ايه، والبشاره جت ليه، والسلام ليه، وليه جالها الملاك يكلمها كده عيني عينك. كان زمان الستات يتكسفوا يتكلموا مع الرجاله، فلما جالها الملاك كانت مكسوفه، كانت اول مره تتكلم مع رجاله، لكن لما لقت البشاره مفرحه وفيها خدمه ما فيش كسوف بقى، قعدت تتكلم وتاخد وتدي في الكلام. الست العذراء كانت مثال عظيم قوي للبتوليه والانسانه الطبيعيه الخادمه، طول حياتها مستخبيه، لكن ساعة الجد مفيش مانع تجري ورا المسيح لغاية الصليب، تستخبى لكن مفيش مانع ساعة الزنقة والتلاميذ تعبانين لما المسيح اتصلب تقعد وسطيهم وتطمنهم وتضمهم حواليها. فكان فيها ست العذراء تعزية جميلة قوي، لأنها خدت الفرح والسلام من رب المجد. جالها الملاك وقال لها تشيلي ملك السلام، سلام ليكي يا ست الكل، هتشيلي ملك السلام. ففرحت قوي، فانا هشيل الفرح، هشيل البهجه، يعني لازم اكون انا ايه؟ فرحه. الاسم دوت يسموه الجماعه المسيحيين فرحه. ليه؟ الانسان المسيحي لما يحس بالنعم والبركات يبقى فرحه، يبقى فرحان بالنعم اللي خدها. معقول انا ابن المسيح؟ معقول انا اشيل روح القدس جوايا؟ معقولة أتناول جسده ودمه؟ معقولة أقف قدام الملك أكلمه عيني عينك كده وكل شوية أقوله يا أبانا؟ فالإنسان لما يقرب من ربنا ويفرح بربنا يسموه بقى فرحة، فرحة، فرحان، بقى مليان فرح. عشان كده الست العذراء بقت مليانة فرح، ودي الحتة اتعلمناها إحنا، ربنا قال لنا كده لما تيجي تخش عند حد تقول له ايه؟ السلام لكم، سلام لاهل هذا البيت، ان كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه، وان كان ابن السلام مش وسطيهم، الفرح مش وسطيهم، سلامكم يرجع عليكم. الفرح تاخدوه وانتم ماشيين توصلوا بالسلامه بقى، هو مش عايزين الفرح هم، مش عايزين ملك السلام، مش عايزين البهجه هم. فنخش عند الناس نقول لهم السلام ليكم، فرح ليكم، المسيح وسطيكم، يقولوا ايوه المسيح وسطينا، سلام ونعمه، اتفضل شرف. يبقى فرحان ان انسان في المسيح
قابل إنسان في المسيح يبقوا فرحانين فيهم سلام. لكن لو ما كانش ابن السلام يقول لك إيه؟ سلامكم يرجع إليكم. خلي الفرح جواك يا أخويا، خلي الفرح معك. هما مش عندهم الملك السلام ولا عايزين الفرح، خلي الفرح ده معك أنت. إيه يقول لك؟ حتى غبار أرجلكم انفضوه من هذه المدينة وهذه القرية. وقولوا إيه؟ غبار، يعني إحنا أبرياء منكم، يعني طالما أنتم مش عايزين المسيح براحتكم، إحنا عايزين المسيح. جميل قوي كلمة السلام لك يا ممتلئة نعمة. مين فينا بيقابل أخوه ويقول له السلام ليك، فرح ليك؟ عندنا راهب في الدير كل ما قابله يقول لي خريستوس أنستي، عمره ما قال لي سلام أبدا. كل ما قابله يقول لي خريستوس أنستي، تملي كده في خريستوس أنستي القيامة والفرح في قلبه. فجميل قوي لما الإنسان يبقى فرحان بربنا في عيد الميلاد، في أسبوع خريستوس أنستي، المسيح فرحان، المسيح قام في وسطينا، المسيح موجود وسطينا. يفرح الإنسان بسلام ربنا اللي جواه. عشان كده لما دخل الملاك قال لها ايه؟ سلام لك يا ممتلئة نعمة، الرب معك. طبعا الرب معك ايه اللي ما احنا نقول لواحد ربنا معاك؟ لما قال لها الرب معك، قال لها اللي انت حطيتيه قدام عينك تجسد بقى قدام ايدك. فحضور الله بقى واضح قدامك. لكن احنا نقول لبعض ربنا معاك، روح حاول تمسك في ربنا وانت ماشي، حاول تفكر في ربنا وانت قاعد، حاول تفكر في ربنا وانت بتتكلم، عشان يبقى فعلا ربنا معاك. عشان دي موضوع شعور الله معانا دوت موضوع كبير قوي. لكن المسيح الملاك لما قال للعذراء سلام لك يا ممتلئة نعمة الرب معك، عايز يقول لها الله الغير المحدود بقى قدام عينك، بقى في بطنك، بقى في ايه على ايدك، بقى الله معاكي. خدت حاجة كبيرة، لان هي اصلا كانت شعرة باستمرار ان ربنا قدامها، هي باستمرار كانت حاطة ربنا قدامها، باستمرار تفكر في ربنا اللي قدامها. عشان كده النتيجة بتاعتها شالت الله. جميل قوي، عشان نقرب من ربنا ونشيل ربنا نتدرب على الحتة دي، نحط ربنا قدامنا. ولما فعلا نشبع ان ربنا فعلا قدامنا يقول ايه؟ الرب معك، تطلع من القلب. فاكرين مين اللي راح لأبونا ابراهيم وقال له الرب معك في كل ما انت صانع؟ تعرفت منين يا عم انت وهو؟ احنا قاعدين في ارض واحدة، لكن انت في بركة في ايدك، كل ما تعمل حاجة فيها بركة. ناخد منك البير تعمل بير يطلع مية أحسن من الأولاني، ناخد التاني تفتح تحفر بير يطلع التالت المية أحسن من الاتنين اللي قبليه. هو أنت إيه؟ نفس الأرض بتاعتنا هي بتاعتك، لكن الأرض بتاعتك بتجيب ثمر أكتر ليه؟ نفس العمال اللي بيشتغلوا هنا هم اللي بيشتغلوا هنا، ليه هنا في بركة؟ قال له علمنا أن الرب معك في كل ما أنت صانع. جميل قوي لما تلاقي الناس الغرب اللي معرفوش ربنا يروحوا الواحد يقولوا له الرب معاك في كل ما أنت صانع. عشان التاني دوت أصل ترع من أرضه ومن عشيرته ورا صوت، قال له تعالى ورايا يا إبراهيم، قال له سمعا وطاعا يا رب. فين؟ ما قالوش فين ولا هعمل إيه ولا روح فين، تعالى ورايا، مشي وراه، اقعد هنا، امشي من هنا، تعالى هنا. كان بيتحرك لمؤاخذة بالريموت، دلوقتي احنا عندنا الريموت نحركه كده، نحرك كل حاجة واحنا قاعدين. ابراهيم دوت كان بيتحرك بالريموت، ربنا كان يحركه كده، روح هنا، يلا امشي من هنا، يلا سافر هنا، هتعمل غلطة وهحميك انا، هرجعك تاني، تعالى هنا، روح من هنا. فكان عشان كده لما كان بيتحرك بإرادة ربنا جم قالوا له الرب معك في كل ما أنت صانع. مين ربنا معاه في كل ما هو صانع؟
سؤال: سلام لك يا ممتلئة نعمة، الرب معك، معاك بطريقة جميلة قدام عينك، لكن معانا احنا بنحاول نتدرب ان هو معانا. ربنا يدينا الفرحة دي والسعادة دي والشعور بوجود ربنا، نقول لبعض: السلام لك، الفرح ليك. حتى في لحن مسمينه راشي، نقول: الفرح لك يا قديسة عذراء، الفرح لك يا أنبا بولا، الفرح لك يا مرجرجس، فرح ليك. ليه فرح ليك؟ أصله طلع فوق قاعد جنب المسيح، فيا بختك يا عم. يجي بقى في التمجيد نقول: الفرح ليك، فرح ليك. فرحانين ان هو بقى ايه، خد المسيح قدامه وتمتع بالعشرة مع المسيح، خد الفرح كله. ربنا يدينا الفرح ده له المجد الدائم.